ابو حشيش في حي حدائق القبه، ودي منطقه من ضمن 35 منطقه احنا بنعمل فيها الان ضمن مشروع تطوير العشوائيات في محافظه القاهره. التمويل هنا جاي من صندوق تطوير العشوائيات، والتنفيذ بيتم من قبل الاشغال العسكريه في القوات المسلحه والاشراف من محافظه القاهره. المنطقه هنا بيتم فيها كذا حاجه. اولا احنا بننفق هنا حوالي 10 مليون جنيه في هذه المنطقه، وده بيشمل اعاده هدم 11 مبنى تم اشعال النار فيهم في احداث التي سبقت 30 يونيو الماضي. القيت نار على هذه المباني من اعلى الكوبري اللي موجود ورانا هنا في المشهد، وبالتالي سيتم اداره 11 مبنى وعدد بنائهم مره اخرى لنفس عدد الاسر. طبعا معظمها كانت مباني قديمه ومتهالكه. احنا حاليا في احد في مجموعه مباني تحل محل اربع مباني تم ازالتها، هناك مجموعه اخرى مباني مجاوره هنا هيتم ازالتها الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله. فموضوع بناء منازل احلال لمساكن قديمه تم اتلافها احداث الثوره ده جزء من المشروع. الجزء الثاني هي اعمال الاناره، سواء اناره كوابيل في الشوارع الضيقه او اناره في الشوارع، يشمل اعمال رصف طرق، يشمل اعمال تبليط لبعض الشوارع الضيقه، وبيشمل ايضا انشاء مجموعه ملاعب لابناء الحي في لابناء المنطقه، زائد مركز ثقافي. لكن احنا بصراحه يعني حسينا من الانسب ان احنا نبدا بسرعه في موضوع المباني، لان معظم الناس هنا بيقيموا عند ذويهم او بيتم استضافتهم، وبالتالي المبنى اللي احنا فيه ده هينتهي ان شاء الله باذن الله قبل العيد القادم، عشان الاسر تعود له مره تانية، ويمكن ده فرصه كمان ان هم يستضيفوا بقى الاسر الاخرى في المباني التي سوف يتم التعامل معها وازالتها خلال اسبوع او اثنين من دلوقتي لاعاده بنائها مره تانية. انا النهارده موجود عشان اتابع الانشاء. احنا بنعمل موعد اسبوعي في لمناقشه كل القضايا مرتبطه بال 35 منطقه عشوائيه اللي احنا بنصرف عليهم دلوقتي حوالي 400 مليون جنيه. وبعد شويه هنزور منطقه ابو ليلى في حي الزاويه الحمراء عشان اولا ندفع العمل ونشجع الناس انها تشتغل، ونتاكد ان المواطنين هيعودوا لمساكنهم في اقرب فرصه ممكنه ان شاء الله باذن الله.